من هو يسعد ربراب؟ يسعد ربراب هو مستثمر ورجل أعمال جزائري، ولد سنة 1944 في ولاية تيزي وزو، وهو رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، وتعتبر المجموعة من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر، ولديها آلاف الموظفين في مختلف القطاعات: صناعة الصلب، الأغذية، الزراعة والإلكترونيات. في سنة 1968 أسس مكتب محاسبة. في سنة 1971 عرض عليه أحد عملائه الشراكة في مؤسسة صغيرة في مجال تحويل الجلد. كانت هذه الشركة تتكون من 5 شركاء و5 عمال مبتدئين، ودفع مبلغ 27,000 دينار مقابل حصوله على 20% من أسهم الشركة. ولكنه احتفظ بمكتب المحاسبة لأنه راتب الشركاء لم يكن يتجاوز 400 دينار شهريا. وفي سنة 1974 قرر شركاء ربراب الانسحاب من الشركة، وهكذا أسس ربراب أول شركة له سنة 1975، هي بروفيلور، التي بدأت نشاطها بأربعة موظفين فقط، وبعد 4 سنوات فقط باتت توظف 200 عامل. استغل ربراب نجاح بروفيلور لشراء عدة شركات أخرى، كلها في مجال تحويل الحديد. ودخل ربراب عالم كبار رجال الأعمال سنة 1988، حين قرر إنشاء شركة ميتال سيدار، التي بدأت الإنتاج سنة 1992. حققت ميتال سيدار رقم أعمال سنة 1992 ب 6.5 مليار دينار، أي ما يعادل آنذاك 300 مليون دولار، وبلغ الربح الصافي 33 مليون دولار. وفي سنة 1995 تسلل 50 إرهابيا داخل المؤسسة، ووضعوا 14 قنبلة حولت المجمع إلى حطام. بعد هذه الحادثة قرر ربراب غلق المصنع. تعتبر شركة سيفيتال أول شركة خاصة في الجزائر، وسابع شركة على مستوى البلاد بعد سوناتراك للنفط، الجزائر للاتصالات، سوناغاز وجيزي. وتنمو سيفيتال بنسبة 50% سنويا، وقدمت إلى خزينة الدولة من 1999 وحتى سنة 2006 ما مقداره 50 مليار دينار. يسعد ربراب بدأ حياته العملية سنة 1968 كما قلنا بتأسيس مكتب خبرة في المحاسبة. دخل نادي كبار رجال الأعمال سنة 1988 بعد أن قرر إنشاء شركة ميتال سيدار، التي حققت نمو أعمال كبير جدا قبل أن يقوم إرهابيون في فترة التسعينات بتفجيرها. فقرر ربراب إغلاقها وهاجر إلى فرنسا، حيث استثمر في مجال اللحوم الحلال. إذا وبعد حرق المصنع وضياع المليارات، اضطر ربراب الهجرة إلى فرنسا واستثمر في هذا المجال كما قلنا، حيث امتلك عدة قصابات في فرنسا. في سنة 1995 مع تحرير مجال التجارة الخارجية في الجزائر، قام باستيراد السكر ثم تحول لاستيراد العلف. في سنة 1997 تخلى عن الاستيراد ليعود للصناعة، ليصبح في 1998 أهم مصنع لزيت المائدة وأهم مصنع له، وحقق بها اكتفاء ذاتيا للجزائر، لتتحول من بلد يستورد الزيت إلى بلد يصدره. واصل بإنشاء وحدة للمارغارين وأخرى لتكرير السكر. يعتبر الممثل الحصري في الجزائر لشركة سامسونج المختصة في صناعة الإلكترونيك، وهو الممثل الحصري أيضا لشركة صناعة السيارات هيونداي موتور وفيات. في سنة 2013 قام يسعد ربراب بإقامة أول جامعة خاصة في التجارة بالجزائر، واعتقل من طرف الدرك الوطني منذ 22 فبراير 2019 في إطار تحقيقات في قضايا فساد مع الإخوة كوريناف، حسب بيان للتلفزيون الجزائري الرسمي وتناقلته وكالة الأنباء، ليطلق سراحه فيما بعد.